السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. شركة أبل المعروف عن هواتف الآيفون إن هي بتقعد فترات طويلة جدا من غير ما تقل إمكانياتها أو تقل قوة معالجاتها، وده اللي يخلي واحد زيي أو واحد زيك أو زي أي مستخدم لهاتف أندرويد في العالم إنه يبدل ويجيب آيفون. ده بسبب إيه؟ بسبب إن إحنا كلنا عارفين إن طبعا كل هواتف الأندرويد فترة وبتبوظ، فترة والبطارية ممكن تتنفخ وتبوظ فترة، والمعالجات بتبطأ والهواتف كمان بتبطأ فترة، والهاتف تلاقيه بيسخن بشكل كبير جدا. المشكلة دي موجودة في جميع هواتف الاندرويد مهما كان، حتى لو فلاج شيب كبير مهما كان. اعرف ان التطبيقات، حتى تطبيق الفيسبوك مثلا او اي تطبيق، بيتطور، والتطوير ده بياخد من المعالج وبياخد من الرام وبياخد من كل حاجة. فحتى لو معاك جهاز رامته 8 جيجا او 6 جيجا، برضو مع الوقت ممكن تلاقيه بدأ يبطأ. ده ما بنشوفوش في الايفون، بسبب ان المطورين بتوع شركة ابل او المطورين بتوع الاي او اس بيقدروا يعملوا اوبتمايز للنظام بتاع الاي او اس. بيقدروا يخلوا الفيسبوك ما ياخدش الا حجم الفيسبوك، يخلوا الماسنجر ياخد حجم الماسنجر من الرام. يعني مثلا زي ايفون 6 بلس او ايفون 6، الحاجات دي رامتها 1 جيجا بس. حتى الايفون 6 اس كل الحاجات دي رامتها 1 جيجا بس، تمام. التليفون اللي معايا ده رماته 3 جيجا وبيهنج، اما التليفونات دي 1 جيجا ومستحيل تلاقي فيها تهنيج. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ابل ارتكبت الخطأ اللي هيخليها تخسر كل حاجة مع مرور الوقت. انا قلت في الاول السبب اللي بيخليني انا كمستخدم اندرويد مهما كان التليفون اللي معايا اقدر احول لايفون في اي وقت. بسبب ايه؟ بسبب ان الايفون تقدر تقعد بيه على مر الزمن وما يبطأش معاك، تمام. ابل بقى استغنت عن النقطة دي. وضح انهي نقطة؟ النقطة بتاعت المعالجات، ان المعالج مع مرور الزمن هيقل قوته. المعالج مش هيبوظ، لا، المعالج هيقل قوته، هيبدأ يشتغل بأقل من نص القوة. ايوه، الموضوع ده حقيقي، الموضوع ده حقيقي. المصدر اسفل الفيديو، المصدر في الوصف، تمام. ما تنساش تبص على الفيديو اللي هسيبه لك في الوصف، تمام. فيديو بيشرح كل الموضوع. انا مش هشرح الموضوع ده هيتم ازاي لان انا ده مش المجال بتاعي، ولكن انا هسيب لك حد فاهم في المجال ده واتفرج على الفيديو ده، هيفيدك جدا لو انت بالذات مستخدم ايفون. معنى كده يا جماعه ان الناس اللي معاها ايفون 6 وايفون 6 بلس، الناس دي صدقني كلهم هتلاقيهم بيبيعوا التليفونات، كله هيبيع التليفونات. انا معايا كذا حد من صحابي عايز يبيع التليفونات بتاعتهم، الايفون 6 بلس والايفون 6. انت كمستخدم اندرويد لو بتفكر تجيب ايفون 6، مستحيل تفكر في الفكره دي، اوعى تفكر في الفكره دي مهما كان اللي هيحصل. بسبب ان ايفون 6 بطيء جدا 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 على اي او اس 11. تحديث اي او اس 11 يا شباب خلى المعالج بتاع الايفون 6 والايفون 6 بلس يستخدم اقل من نص القوه، حتى ما اقدرش اقول لك نص القوه، لا، اقل من نص القوه بتاعته، تمام. المعالج ما حصلوش حاجه، لا، ده هو بيستخدم اقل من نص القوه، ده بسبب البطاريه. الموضوع في لخبطه كده، انا برجح لك انك تشوف الفيديو اللي انا هسيبه لك اسفل الفيديو في الوصف. انا مبسوط جدا صراحه من الموضوع ده، مبسوط جدا كمستخدم اندرويد. حد بقى يجي بقى من بتوع الايفون يقول لي بقى انا تليفوني ما بيسخنش، تليفوني بيقعد معايا 5 سنين، مفيش الكلام ده كده. الموضوع ده انتهى بالنسبه لابل. انا كنت بفكر اجيب ايفون، ولكن في الوقت الحالي الموضوع ده اختفى تماما. حتى لو انت جبت ايفون 7 بلس، مع مرور الزمن سنه سنتين هتلاقي التليفون جاله تحديث جديد، والتحديث ده هيخليه بطيء وهيخلي التليفون بيستخدم اقل من نص سرعه المعالج، فبالتالي هيبقى بطيء، وبالتالي هتضطر تجيب الايفون اكس. بعد كده هتلاقي الايفون اكس بقى بطيء، هتضطر تجيب ايفون تاني، وهتفضل ماشيه معاك الحال كده عشان تجيب تليفون اعلى فاعلى فاعلى وتقع فلوس. بس هو ده اللي بيفكر فيه ابل، وده برضو مش هقدر اقول لك ان الاندرويد يوزرز او الناس اللي بتستخدم اندرويد او الشركات اللي بتصنع الاندرويد كشركة سامسونج مثلا ما بتفكرش كده، لا، بتفكر في كده. سامسونج فيها نفس الفكرة دي، وبرضه التليفون بتاعتها على مر الزمن، وكمان ممكن ما يقعدش سنة، ممكن يقعد 6 7 8 شهور وتلاقي التليفون بدأ يبقى بطيء، وتضطر انك تجيب الإصدار اللي بعده. النوت 5 نفس الكلام، عمل كده مع ناس أعرفهم وبقى بطيء، واضطر يجيب النوت 8. النوت 5 ما نزلوش تحديث 8 ونزل للنوت 8، فهتضطر تجيب نوت 8 بدل ما تجيب وتبيع النوت 5، لأن النوت 5 ما نزلوش تحديث. بيوقفوا تحديثات الموبايلات، كل الشركات بتفكر بالطريقه اللي تخليها ازاي تجيب مبيعات اكتر، وتخلي الناس ازاي تشتري الاجهزه الجديده اللي بتنزلها، تمام. ما هو لو ما عملوش كده ما حدش هيشتري الاجهزه الجديده. ان مثلا موبايل زي النوت 5، موبايل ده رهيب جدا، رامات 4 جيجا، وموبايل يقدر يشغل كل الالعاب اللي انت تحتاجها على موبايلك، ويشغل اكتر من اي ابلكيشن يعني انت محتاجه في موبايل. انت مش محتاج اكتر من كده في الموبايل زي النوت 5، ولكن ما نزلوش تحديث 8، فانت هتحتاج تحديث 8. لا، هتجيب تليفون تاني، هتجيب النوت 8، نوت 8 مش هينزل تحديث 10، لا، اجيب النوت
9 مثلا او النوت اكس على حسب يعني. فانا مش بعيب على شركة ابل بصراحة في الموضوع ده، ولكن صدقني المشكلة ان شركة ابل دي كانت اكتر حاجة بتميزهم فعلا، دي كانت اكتر حاجة انا كنت بحبها في شركة ابل، اكتر حاجة اي مستخدم لشركة ابل هيقولك اول ميزة في تليفوني الايفون هو ان هو على مر الزمن مش بيبطأ. حب اقولك يا صديقي ان الموضوع ده انتهى، وبالتالي مع مرور سنة 2-3 هينتهي عصر الايفون. فكر كده، جهاز مقفول على نفسه هيبطأ بعد على مرور الزمن، برضه هيبطأ زي اي تليفون اندرويد، ما تقدرش تعمل حاجات اللي ممكن تعملها على اندرويد، اندرويد احسن بكتير، حتى الموسيقى اللي انت في الايفون ده لازم تشتريها، حاجات كتير قوي في الايفون معقدة، اما في الاندرويد ميموري كارد قد كده تقدر تجيب عليه اللي انت عايزه، اي جيمز او اي حاجة. فالاندرويد هيبقى احسن من الايفون، او يعني الاي او اس هيبقى الاندرويد احسن من الاي او اس بمراحل. احب اقول لكل واحد معاه ايفون من اول الايفون 4 او 4S ولحد الايفون 6 بلس او الايفون 6S، تمام؟ الايفون 6S بلس ممكن ما يكونش بطيء قوي للدرجه دي زي الايفون 6 بلس والايفون 6S والايفون 6، ولكن صدقني هيبقى بطيء برضه، كمان شهرين ثلاثه بالظبط ما ينزلوا تحديث جديد، بس هيبقى بطيء. رسالتي لكل الناس دي، حاول تبيع تليفونك قبل ما الناس كتير تاخد بالها، قبل ما الناس زي تبدا توعي الناس، حاول تبيع التليفون ده لاي محل مثلا او اي حاجه، عشان صدقني هتلبسه، لان التليفون ده خلاص تقريبا كده ما عادش هيبقى ليه لازمه كبيره معاك، لانه كده كده هيبقى بطيء وهيبقى زي الاندرويد بالظبط، حتى انت نفسك هتقرف منه بسبب ان انت كنت عاجبك قوي الحاجه اللي ما بتعلقش، الحاجه الجميله اللي انت بتستخدمها اللي ما بتعلقش، لكن دلوقتي بقت بتعلق، الصدمه تبقى كبيره عليك شويه. بس كده دي حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، و لو انت اندرويد يوزر اعمل لايك للفيديو عشان انا اندرويد يوزر، وان شاء الله كلنا نبقى اندرويد يوزرز، عشان احنا اسياد العالم في الوقت الحالي. فما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو انت ايفونر اعمل لايك برضو للفيديو، عشان انا وعيتك وقلت لك على حاجات حلوه انت اكيد استفدت منها، فاعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، لان انا عارف ان قليلين قوي اللي معاهم ايفون مشتركين عندي في القناه، فاشترك في القناه حاجه تشرفني جدا. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، سلام.